مبروك لكل جمهور الترجي والنادي الترجي فوزه بالبطوله الثالثه ليه في بطولات دوري ابطال افريقيا، لكن هم عليهم ان يعرفوا جيدا ان هم تاهلوا بنتيجه غير مستحقه للمباراه النهائيه. هم في المباراه النهائيه بالتحديد مباراه العوده يستحقوا اللقب، لكن هم تاهلوا بنتيجه غير مستحقه على فريق اول اغسطس الانجولي الاحق بالتاهل للنهائي الافريقي. لكن ايا كان خلاص الترجي فاز بالبطوله، والف مبروك للترجي والشعب التونسي والجمهور الترجي بالتحديد، وان شاء الله النادي الاهلي الافضل بالنسبه له هو القادم في مختلف البطولات. هي اخطاء يا امير.